السلام عليكم، هذه حالة سبروتوفايد رونيتس، حطيت عليها أكثر من مرة، اللي هي التهاب الغدد الشعرية اللي هي البوصلات الشعرية تحت الجلد تلتهب. فنشوف قدامنا المريض عنده التهاب وفي صديد يطلع لما أضغط على الجرح بالشكل هذا، في صديد يطلع. طبعا المريض كان ياخذ فيه هيوميرا اللي هو اميونوسبرسيف ثيرابي، يعني دواء مضبط للمناعه، ولكن وقف نتيجه ان شركه التامين ما عادت تخلص الدواء، فللاسف انه صار له فلير اب. نشوف ايضا الجهه الثانيه، نشوف الجهه الثانيه، نشوفه بالشكل هذا للاسف انها طبعا متفاقمه، ونشوفوا شوف الصديد واضح بالشكل هذا، واضح ابيض أصفر، شوف بالشكل هذا. فللأسف إن الحالة متفاقمة جدا، حنعطيه مضاد حيوي توا كلندامايسن، وحنحط عليه هيوميرا مرة ثانية إن شاء الله. شكرا.